كان تحاولان من خلال جهودهما أو تحاولان أن تحولان الثورة إلى أزمة سياسية وهما يرفضان وتعيقان تشكيل مجلس انتقالي. طلب المتظاهرون وشهدت مدينة تعز أكبر التظاهر اليوم منذ عدة أسابيع بعد أن تم تفريق المتظاهرون وقبل عدة أسابيع وإبعادهم من الساحة التي كانوا يتصمون فيها، حيث كان المتظاهرون غاضبون كثيرا من الموقف الدولي وطالبوا بما اسمه الحسم الثوري وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الحسم والغضب من الموقف الدولي، ماذا يريدون بالتحديد؟ هل يريدون سيناريو شبيه بليبيا؟ طبعا هم يطالبون بالمطالبة برحيل ما اسمه بقايا النظام وأقارب الرئيس وأنقاله من الحكم، لأنهم يرون أن هؤلاء هم الذين يعيقون تشكيل مجلس انتقالي وتسليم السلطة إلى نائب الرئيس، وأيضا يطالبون أيضا بالمجلس الانتقالي لأنه يرون أنه من خلال هذا المجلس يمكن أن تنتقل اليمن إلى مرحلة ما بعد الرئيس صالح، لأن الموقف الراهن أدى إلى أو الموقف السياسي الجامد في الوقت الراهن أدى إلى نشوب أزمة إنسانية كبيرة جدا. محمد القاضي من صنعاء، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.